صباح الخير لكل المشاهدين. 1% of your day, وراني عم تضحك. مرسي. 1% of your day هو بركي إذا بدكم كوت كتير مهم نقدر نحكي عنه, لأنه بكل بساطة هال 12 to 15 minutes اللي عم نطلع عليها بي get fit على الهواء معكم بالام تي في وبي ام تي في الايف هي ممكن تكون حافز مهم جدا. أنا دايما بدعيكم, دايما بقلكم خلقوا حوافز, خلقوا موتيفز لإلكم, خلقوا أشياء مهمة جدا تكون, غير انه يكون جسمكم حلو, يكون عندكم عضلات قوية, كارديو فاسكولار سيستم كثير قوي, نظام غذائي كثير منيح, ريكفري بلان كثير مهم, اكتيفيتيز هون اكتيفيتيز هونيك, اوت دورز اندورز, دائما زينوا حياتكم بشيء فيزيكال بيجي اون توب اوف ات, بيجي فوقه شيء منتل, لانه اليوم الرياضه اذا ما بتعملوا هالكونكشن بين الفيزيكال اذا بدكم كابابيلتيز تبعولكم وبالمنتل درايف تبعكم مش حتوصلوا لمحل. في دائما بقول انا نوعين من العالم, الناس اللي بيتمرنوا ليكونوا بس بركي شوي صحيين بالحد الادنى وهذا احترام كثير كبير لهم, وناس بالقاطع الثاني بهمهم يكونوا بالكومبتيتيف ايدج, دائما بهمهم يكونوا كثير قوية, يتمرنوا كثير, يروحوا على تشالنجز كثير مهمين, وكمان عندي احترام كمان لهم. مش هيك شو ما تختاروا مهم كثير, مهم تختاروا وحده منها ترقد. خليني بلش انا بشويه اكسرسايزز اليوم رح اكون عم نوع شويه فانكشنال اكسرسايزز وشويه بايسبس رح اكون عم نوع ما بين حركه للور بودي وحركه للابر بودي. الاهم من هيك انكم مش بس تعملوا ميمك للحركات اللي عم بعمله, مش بس تجربوا تقلدوا الحركات اللي عم بعملها, بالعكس انا بدي اياكم تفهموا شو ورا هيدا الموضوع. ليش انا دائما بدعيكم بعطيكم اول ستيب 1% اوف يور داي كرمال تقدروا تتمرنوا. من هون رول يور شولدرز باك, دائما كل حركه بتبلش من بوستر معينه. انا كثير بحب انه عندنا مرايه هون لانه بقدر كمان انا اعمل قد ما في فيكسنج للبوستر تبعيتي انا عم ادي الحركه. اكسلنت تول لتراقبوا حالكم كيف عم تشتغلوا. رح انزل بسايد لانج, معده مشدوده بنزل لتحت ستريت ارم, ما بخلي ركبتي تقطع اصابع الاجرين من هون, ذن بنفس الاجر اي سلايد بروح لقدام بلانج برجع على اجري اوفر هيد بريس, برجع بنزل لتحت عملها 5 مرات لقدام معدي مشدودة سويتش اب اب اند داون سايد, نفس الاجر فرونت اب على اجري برجع للانيشال بوزيشن اللي بلشت فيها اند ذن ذس از نمبر 4 لقدام up كمان up and down one more time straight انزل لقدام and then up. رح نروح على بريك ورح ارجع معكم مشاهدينا. عودي معكم مشاهدينا. الميل الثاني الاجر الثاني صرت عم بشتغل باجر الشمال, عم بنزل اذا ملاحظين باجر اليمين صرت هلا رح اعمل سايد اند فرونت, ولكن الاجر الثاني عم تشتغل عم تكون ستريت 100%, ركبي ما عم تكون مطعوجه او حتى بكعب الاجر من تحت ما عم بطلع لفوق هيك, بالعكس عم ضلني فلات على الارض. خلينا نرجع نشتغل من هون سايد سلايد لفوق لقدام اب overhead switch slide لقدام switch اجرتين parallel اوسع الكتاف up and down more and more slide لهون this is number 3 up لفوق overhead and down 2 more to go switch لقدام perfect one more to go switch لهون balance squeeze your abs up and down perfect. خليني اعمل حركه للبايسبس, تختاروا الاوزان يلي
بدكم اياه هون حسب الفيزيكال كابابيليتي تبعيتكم. يعني بفضل دائما تكونوا عم تعملوا الحركه وتحسوا الدمبلز او الويتس سهلين، تزيدوا التشالنج على انه تبلشوا بوزن مش لكم وتعملوه مره مرتين ثلاثه ريبيتيشنز ترجعوا توقفون. من هون رح اعمل بايسبس كيرل مع روتيشن، ولكن كل مره بطلع فيها بالبايسبس كيرل رح اكون عم بطلع عروس اصابعي. Let's do it. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Come in. One, two, three. كويس 17 4 and 5 ده انا عالي and 5 perfect. نروح شويه فتنس بول ايكوالايزر بينك ايكوالايزر بطلب من فادي سمعان وإلي ابو صالح، عملناها بينك لالون لونه المفضل. من هون بوش اب اون ذا ايكوالايزر واجريه على الفتنس بول نسبيا اتس ان ايزي بوش اب، ولكن فيكم تزيدوا فيها التشالنج. داون اند اب 2 3 4 اند 5 ناو بوش اب رول ان اجرين جلسين سكويز يور ابس جو داون بوش ات اب Go up 5, go up 4, go up 3, go down and up 2, go down and up 1 more, go down and up. Perfect. بنزل على مهلي. الأغراض بيرجعوا دائما لمحلهم. للي بيتمرنوا ببيوتهم سبيس صغيرة. Clean up دائما. ما تتفركشوا بدمبل، ما تعملوا انجري ما إلا معنى. كل ايد لحالها من هون سيتد، بياخذ نفس عميق وببلش. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. من هون هامر كيرل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. سويتش قبل ما أرجع لهون بحركة ثانية ماونتن كلايمبرز. بذكركم أول شيء إنه هانيبال ووريور ترينينج هيدا السبت بالباونس كلوب بزكريت على الساعة 5 لكل الهانيبال ووريورز فري انترنس تحضيرا للهانيبال ريس بي أوغست 30. بكره رح يكون عندنا كارديو فاسكولار ترينينج هون على الهواء، رح يكون معي ضيفة. من هون ماونتن كلايمبرز ليتس جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 perfect. دائما معدي مشدودة، بعدنا عم بشتغل على البايسبس. من هون كمان هامر كيرل. I go for a single single you know it double double كمان single single hammer double double two more single single double double more one single single double and double. يس بحب جسم من فوق تكون عم نشتغل، تكون very stable مش رايح جاي شمال يمين like really tight really compact، وعم تشتغلوا وعم تعملوا ريكروتمنت
لاكثر قدر من العضلات يلي ممكن يثبتوا الابر بادي تبعكم. الابر بادي مشان هيك دائما لما احكي ابس بحكي عن اكسلنت ستابلايزرز، يعني هن بيثبتوا لنا الترنك الاعلى الجسم كرمال نقدر نأدي الحركات. خليني ارجع لهون. هاند تاتش بوش اب بوزيشن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 followed by again mountain climbers. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. بياخذ نفس عميق، بختم لانه بلشت بحركه فيها lower body features مع shoulders. Let's go with it. 1 برجع هامر. 2 front lateral front. 4 كمان. 5 6 7 8 9 I can feel it and 10 perfect. Great. طول ما معنا وقت نستفيد من الموضوع. Let's go for a plank position. عنا من أول ما بلشنا بركي الحلقات سوا عنا many cultures نشتغل عليهم. لما أحكي cultures نحكي عن إشياء basics نشتغل عليهم. Plank هي واحدة من الأمور. Why we do plank? We do plank لأنه في قدر كتير عالي من المصل recruitment أثناء تأدية الحركة. عدة عضلات عم بيعملوا إذا بدكم unity سوا وcoordination سوا كرمال يأمنوا هالحركة. أنا وياكم من هون جسم جالس، رقبة ما بتكون هيك، رقبة ما بتكون هيك، الفاس ما بتكون عالية، جالسين على قدر المستطاع. Let's count till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 on my knees. أب لفوق بياخد نفس عميق وبفضي. رح أرجع أقول إنه كثير من الناس رح يشوفوا هذه الحركة صعبة، مشان هيك اليوم حسب الفيزيكال كابابيليتي اليوم ما فيني عمم، I cannot generalize، ما في عمم موضوع إنه أنا رايح أعمل رياضة، أنا رايح أعمل رياضة بيزد على الليفل اللي أنا فيه، بيزد على التارجتس تبعولي اللي بدهم يودوني لمحل تاني. مشان هيك اليوم إذا هاي ممكن تكون هينة لكثير من الناس ممكن تكون صعبة كثير للناس، إذا كانت صعبة بعمل لها modification. ودائما بحكي عن modifications انا بالسيشنز تبعولي. This is the easiest way to do it. اهين طريقه لاقدر اعملها. اذا بدي ارجع اعمل تشالنج لتكون اصعب بكل بساطه في عندي عده طرق. في استعمل الفتنس بول، في استعمل الميديسن بول، في استعمل كثير امور، او في بكل بساطه نعلق اجر وحده. Step up. 1 2 3 4 5 switch. 1 2 3 4 5 برجع بنزل لهون باخذ نفس عميق ورح ارجع كمان للشولدرز ورك اوت. رح اعمل حركه انا وسيتد على البنش. من هون خليني استعمل البليت، نوع شوي. فيكم تستعملوا دمبل بنفس الحركة اللي عم بقوم فيها. في استعمل بليت بدل ما اعمل ليفت لتحت ولفوق بدلي فوق وبجيب ايدي لقدام، يعني بطلع لاترال. جو باك داون مور اند مور اب. بشتغل على مهلي كمان
دائما عم تنفس. تمام. More and more. Perfect. دقني ما بروح لقدام راسي ما بترجع لورا. Spine تبعيتي كلها aligned من الرقبة من cervical part تحت thoracic lumbar part إلى الأسفل. كمان. Two more to go. One more. Perfect. Switch. تشتغلوا على مهل حتى لو بأوزان خفيفة. You will feel it. صدقوني بتحسوا. العضلة عم تشتغل في فرق كتير كتير كبير. ما يكون في شيء عم بيجعني. رقبتي عم توجعني أو ظهري عم بيجعني. أنا وعم بأدي الحركة أو كون أنا عم بحس بالعضلات يلي عم بشتغل فيهم. So لما تكونوا عم تشتغلوا بتحسوا بالعضلة عم تاخد مداها وعم تشتغل مظبوط وهيدا الأصح. Up. In. Back. Down. كمان. Up. Back and down. في تركيز عالي وقت التمرين. No cell phones, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Google على قولة إلي. فتى الجوجل الأول. Let's go for more. كمان. كمان. We go for three more. Up. Back. Two more. Come in. Up. And more. Great. اشتغلنا ب تقريبا حركتين ب prone position وانتم بتعرفوا شو دائما بحكي عن prone positions. Prone positions هن كتير مهمين لما أدي حركات ب prone position. أنا وجهي للأرض كتير مهمين تيظبطوا البوستشر تبعيتنا تعطونا مجال لأنه بيشتغلوا على عضلات كتير بتساعد الأبر بودي بوستشر مثل التشست مثل الباك مثل الدلتويدز خاصة الدلتويدز بالميل الأمامية. مشان هيك اليوم بما أنه عملنا two exercises خليني كمان أعمل push ups. My favorite exercises البوش ups يلي ما بعرف إذا الواحد بعد خاصة الرياضيين يلي بيشتغلوا كتير بالرياضة كم بوش أب مثلا عاملين بحياتهم بس كان في كتير بركي. يلا let's go من هون position and we go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 1, 2, 3, 4 and 5, and 5. Perfect. ياخذ نفس عميق. فضي. اليوم وقت نحكي كمان عن core exercises. قديش منطقة الوسط بحاجة لشغل عنا بحلقة امبارح كنا عم نركز بركي على السباين. عم نقول انه قديش 80% بركي من سكان الارض يا بكون عندهم اوجاع بالظهر يا بمحل معين بحياتهم بيكونوا عم بعانوا من اوجاع الظهر اوجاع ظهر متعدده. هيدا النوع من التدريبات رح يعطي رافع لكم يعني رح يخلي كل العضلات تشتغل. لما نحن دائما نشغل عضلاتنا مش حيكون عندنا هالمشكله مش حيكون عندنا ضعف ما بيخلونا نشتغل ونأدي الوظائف الحركيه اليوميه تبعيتنا بطريقه صحيحه وبالتالي الحركات الرياضيه اذا نحن بدنا نتقدم بالرياضه. أنا بشوفكم بكرة بكارديو فاسكولار سيشن. Until tomorrow بنروح هلا لبريك. Get fit, stay fit.